هي مقدمة في الحقيقة وتوطئة، توطئة لنشاط قادم، نشاط قريب إن شاء الله، لأن من برنامج مخطط عمل الحكومة الذي اعتمد بحمد الله تعالى، واللي احنا راه نشرف الآن على تجسيده في الحكومة الجزائرية، والذي هو من التزامات السيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاعات كثيرة، موضوع الأوقاف، وحنا رايحين قريبا نقدم مشروع للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، يفوت هذا الدين ويكون عندنا أول مرة، لأن الديوان أصبح مؤسسة. أظن أنه في العهد العباسي كان هناك صدر الوقوف، أصبح صدر الوقوف هذا مؤسسة وهيئة لها، يعني كما الزكاة. الزكاة احنا لما بدينا مشروع الزكاة الصندوق الوطني كانت الناس تقول علاش يديروا الصندوق، وكانت مؤسسات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العاملين عليها، فيه الجبات يروح يجيب فيها، التوقيت فيها، برنامج مشيتوا فيه على كل حال. وحنا مشينا ما أوقفنا في الأمر إلا يعني الجائحة، وربي إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للزكاة، لأنه يحتاج إلى أشياء كثيرة، وأنا نهني ولاية عين تمشنت لأنها بلغت مبلغا لا بأس به، ولذلك آثرنا أن يكون انطلاق هذا العمل، لأنه عندكم الآن الحمد لله ربما انتبهوها بعد قليل، يعني بطاقة نموذجية في الرقمنة للأراضي الوقفية بولاية عين تمشنت. وحنا هذا المشروع طبعا وصلنا في الرقمنة إلى أشياء كثيرة الحمد لله، اليوم منظومة التعليم القرآني رقمناها، نسعى إلى رقمنة المكتب المسجدية في 5 ولايات ولكن ستعمم، رقمنة القطاع اللي هو كما ذكرت لكم من عمل، من صميم عمل الحكومة، ولكن أيضا من صميم التزامات سيد رئيس الجمهورية 54، لأنه نريد أن نسهل الخدمة العمومية للناس ونخرجوا منها ونطوروا الحالة شوي. اليوم قطاعنا يشهد مثل هذا المشروع، هذا المشروع الذي أشكر القائمين عليه وأشكر المنجزين له، احنا ماذا بينا نعموه يوم آخر، يعموه في باقي الولايات. هو مشروع رائد هنا، ستان بروجي بيلوت في المنطقة، ولكن يعاود يتعمم على المستوى الوطني حتى يكون عندنا معرفة للإحصاء، معرفة للأراضي المسواة، ما الذي نفعله في هذه الأرض الوقفية، هل هناك استثمار، شكون يستثمر، ما هي الاستثمارات التي تنجح هنا ولا تنجح هناك، وهكذا نطور القطاع تاعنا ويصبح رافد من روافد التنمية في المنطقة. وإحنا اليوم وش هو الهم تاعنا الوحيد؟ هو إسعاد الناس. قالوا له من أسعد الناس؟ قال لهم الذي يسعد الناس. شكون هو السعيد؟ هو الذي يسعد الخلق، هو اللي يدخل السرور على الخلق، هو الذي يساهم في إصلاح ذات البين. احنا عندنا أعمال في الإسلام أكثر من الصوم والحج والزكاة، منها الإصلاح ذات البين. سرور تدخله على المسلم أفضل من كذا عمل من الأعمال. أنا لما تفرح يتيم، تجمع شعث أرملة، تعين على نوائب الدهر، وهي الأشياء اللي قالتها السيدة عائشة خديجة رضي الله تعالى عنها، وقالت سيدنا رسول الله لما جاء الوحي في أول ما جاء قالت له لا تخف، تخافش، لن يخزيك الله أبدا. علاش؟ إنك لتقري الضيف، ها، وتعين على نوائب الدهر، وتفعل كذا وتفعل كذا، وعدت له هذه الأشياء من حمل الكل وإغاثة الملهوف، هذه الأشياء كانت مركوزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انفجرت هذه الرحمة عندما جاءه الوحي وزاد وطور. وقد ما يكون إنسان، بقدر ما يكون إنسان قريبا من خدمة الخير فهو قريب إلى الله سبحانه عز وجل. ليكون إن الله يبغض كل جعذري جواظ، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، هذا الجعذري إنسان القاسي الشديد، لي يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المؤمن يختلف، المؤمن إنسان وجوده رحمة، دخوله رحمة، مثل النسمة، النسمة التي يحبها الناس سواء كان رجلا أو امرأة. والفترة هذه اللي زرت فيها بعض الولايات، هناك نساء في الجزائر، في ولاية بليدة، في ولايات أخرى، المرأة تشتري تعطي قطعة الأرض، كما قلت لهم بنوا مساجد، أو بنت هذه المرأة مساجد أو مسجدا من التراب إلى قلم الكتاب، ولا شيء يدخل معهم، الناس 100% يساهموا في الخير. وذكرت مؤخرا العدد نتاعهم، يعني شحال هذا الناس اللي حوالي 345 او 350 محسن جزائري يبني الجامع 100%، ما يحب حتى واحد يشاركه. طيب احنا نريد ان نعمم هذا الخير الى مؤسسات اخرى،
الى مؤسسه نفعيه اخرى. ورا مشكل كي ندير مستشفى ونخليه في سبيل الله، ورا مشكل كي نفتح طريق، ورا مشكل كي نوصل المال للناس. معليش، هذا كله من نحفر الابار، نحفر الابار نوصل الخدمه. شوفوا اخواني العمل، ونرجع للقطاع نتاعنا، العمل المسجدي عمل كبير، ونشكر من خلالكم اخواني القائمين على مجلس سبل الخيرات اللي راهم يجاهدوا. وذكر السيد الوالي مشكورا في كلمته كيفاش ندمج المسجد في محاربه كورونا، وكيف اصبح المسجد المدارس القرانيه عندنا في الاناث كانوا يخيطوهم ثاني الكمامات ويوزعوها في سبيل الله. المحسنين كانوا يجيبوا الكتان من خلال نداء الوطن، لأن الوطن هذا لازمنا نخدموه، لازمنا نعاونوه، لازمنا نوقفوا معاه، لازمنا ما نغفلوش. لماذا؟ لأننا في وقت كل الناس يحسدوننا على ما نحن فيه، يحسدون على الخير اللي فيه، على شعبنا، على شبابنا. حتى في التغيير اللي فات حسدونا حتى على هذه السلمية وهذا المطالب الحضارية التي كانت تعبر عن شيء ما كانوش يتصوروه. كانوا دائما يقول لك انتم لي بربر هذو، ولا انتم ما اشبه بالناس اللي ما مش بشر. ولكن الحمد لله بينا لهم بانه احنا شعب اخر، نحن شعب محب للسلام، نحن شعب متحضر، نحن شعب. ولكن طبعا يبقى بعض الناس اللي يحب يشوش، احنا ما لا يهمنا في الحقيقه. كما قال المثل العربي، تلك شنشنه نعرفها من اخزمي. كاين ناس المرجفون في المدينه دائما كاينين، اللي يحبوا يركبوا الموجه دائما كاينين، ولكن نحن نتحدث عن الطينه، طينه الجزائريين. تضامنهم في هذه الفتره كان كذلك بفضل الساده الائمه، خطابكم في المساجد، خطابكم في المنصات الرقميه اللي كنتم توقفوا فيها، تربيه المجتمع على فعل الخير، تربيه المجتمع على المساهمه في بذل العون، في التبرع بالدم، في حملات التطوع في الوباء، سواء كان هذا الوباء أو الأوبئة الأخيرة السابقة H1N1. كان المسجد منخرط، أمراض كثيرة المسجد منخرط. عندما نتحدث عن نظافة المحيط، المسجد يدعو إلى إماطة الأذى عن الطريق، يدعو إلى النظافة، يدعو إلى المساهمة في أشياء كثيرة. هذا العمل الذي يقوم به المسجد هو لا شك عمل مبارك، سجل فيه يعني أروع الأمثلة. والحمد لله اليوم بفضل الجهاد واجتهاد وصبر السادة الأئمة والقائمين على الشأن الديني، وجدنا أنفسنا نسهم بمساهمة كبيرة في أن نحل هذه الأزمة وهذا المشكل نتاع، يعني أقصد نساهم في حل هذه الأزمة نتاع وباء كورونا. وخففنا من الضغط، خففنا من الإصابات، خففنا من انتشار العدوى. هذا كله مساهمة في فعل الخير، وفعل الخير لعلكم تفلحون. والمطلوب منا هي المواصلة كما ذكر السيد الوالي، مواصلة في شهر رمضان. اليوم الحمد لله فتحنا التراويح، لازم يكون الحيطة نتاعنا والحذر نتاعنا أكثر من الأيام السابقة، باش نقولوا للناس بأننا نحن من يمتثل القرآن الكريم الذي دعانا إلى فعل الخير واجتناب الشر ما أمكن. احنا ما نأذوش، احنا ما نأذوش. الآية اللي قرأها أخونا العزيز سي عبد السلام متوج، وهذا دليل ان المنطقه فيها القران وفيها الحفظه وفيها حتى النوعيه في الحفظه. الشيخ عبد السلام قبل قليل، الذين لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. احنا ما نشتع الاذى، احنا نكره ان نؤذي الجار حتى بقطار المرق، بريحه المرقه احنا ما نؤذيوش، ماشي بالكلام. مناطق اخرى من الوطن، ونامل ان شاء الله انه يعتمد لنا هذا الديوان الوطني، وتكون مناسبة عين تموشنت أنها احتضنت الندوة الجهوية، ويكون قريب منها احتضان إن شاء الله واعتماد هذا المشروع. احنا يقدم الدراسة والعرض وإن شاء الله والإثراء، ونكون ساهمنا في تنفيذ برنامج الحكومة وتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في تنمية هذا البلد، في تطوير القطاع، في خدمة قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. آخر كلمة أوجهها للسادة الأئمة، ينبغي أن نتجند جميعا، جينا شهر رمضان، والناس اليوم معتبرين رمضان هذا فرصة للغنى الفاحش، فرصة للطمع، فرصة للجشع، فرصة للغش. علاه؟ لأنه مازال إبليس معشش. احنا رمضان هذا رمضان طهر، رمضان تقى، رمضان
القرب من الله. يعني لما الإنسان يكون صائم تشبه بالملائكة، ما يفسدش صيامه، يفسده بالغش في السوق والكذب وال يعني أنواع البيوعات الفاسدة، ويغش الناس ويؤذي الناس. وبالعكس اليوم لازم المسلمين يرتقون إلى مدرسة الصيام، مدرسة الصبر، مدرسة القرآن الكريم التي فيها القرآن يدرسنا. ما هو الشهر تاع زحام ونتاع خصومات ونتاع عفار. احنا رمضان إذا سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم، ولكن احنا مع الأسف الشديد كيصوم واحد يقول روح بعدني راني صايم. إيه عليه روح بعدك غير خير. الصيام هذا ماهوش معركة، الصيام هذا يخليك تهدى أكثر، تنحي الشحنات السلبية. ولذلك أيضا رمضان يعلمك الاقتصاد، ما يعلمكش التبذير. علاش اليوم الأمة تبذر؟ نقولوا أنا محتاجين، وخرج عند أكياس القمامة عند الباب تلقى الخبز مرمي، خبز النعمة اللي كانوا بوياتنا بكري يلقى طرف نتاع كسرة يحبها ويحطها في مكان في على جبهته، إذا كان ما تصلحش الأكل يحطها له، كان يديها إذا عنده معزات يديها يوكل بها المعزات نتاعو. لكن اليوم ولات الناس تشري الخبز المحسن والخبز الطويل والخبز العريض كأنها حرب راح تكون في رمضان. ومن بعد غير الفطور برك تلقاه رماها. وعنده ناس محتاجين هذاك الطعام، محتاجين هذاك الرزق، محتاجين هذا الخير. فنريد أن نقول للأخاوتنا الأئمة في خطاباتنا الجمعة، نوعي الناس، يعني عندما لا تبذر خير لك ما تروح تسعى وتقبض الباص الأولى في الصف الأول، وتقبض الصف الأول قدام الإمام وتسمع القرآن ويعجبك التلاوة تاع الشيخ عبد السلام. قال الله يبارك اليوم قرأ بنا ما شاء الله صور هائلة، ويفرحهم بعد في الخضارة يحش لك ركايبك. يعني وش مفيدة في هذا؟ ماذا ما ولاش صيام هذا؟ اسمح لي، هذا القرآن ما يقولكش دير هكا. القرآن يقول لك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. إذا هذه المعاني مفروض ننشرها، ومن خلالكم أخواني في وسائل الإعلام ماذا بينا هذا الخطاب نوصله للناس. رمضان تعاون، رمضان الرحمة، رمضان الرحمة والبركة والإحسان، رمضان الاندماج كأسرة واحدة، ولكن ليس ورمضان الجشع والخوف من الصيام والأكل حد التخامة وتوفير يعني تخزين المواد. كانوا إنسان راح مقبل على حرب الصيام، كانت الناس تفرح بالصيام لأنها يقل فيها اقتصادها، يوفر الناس توفر في رمضان، توفر المال لأنه نهار كامل هو ما. لكن إحنا من المغرب للسحور الشيء اللي يأكلوا الصائم أكثر من اللي يأكلوا ربما 4 أيام من الخلع عليه من نهار غدوة. الصيام مش هذا، الصيام محطة لمحبة الله، لذكر الله، للسجود بين يدي الله. فخففوا، لأن البطنة تذهب الفتنة. وسيدنا لقمان نختم بها، كان يقول لولده وهو يعظه يقول لي يا بني لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فيفوتك خير كثير. وبديناها بالخير ونختم.